حبايبنا. لكل المستمعين الكرام نرجع ونجمتنا الحلوة رحمة اللي الحقيقة الرسائل وصلتها كلها تشيد فيها عاشقة أو عاشق الفنانة رحمة أحمد. أهلا وسهلا فيك وبتواصلك شكر خاص من الذواد يا أبو هتان. يا هلا بك برضو دلع الخبر. أنت غنية عن التعريف تقول لك وعجبني إحساسك بالغناء. يا ليت تغني لنا أجمل إحساس لإليسا إن شاء الله. كمان من أبو رائف في دبي يهدي الميشيل مشاعل ودلع لبى قلبك يا رحمة رياض والأغنية الجنان. كمان عندي رسالة وصلتني أشكركم على اللقاء رحمة أطلب منها تغني الراشد المجد وإحنا نحبها كثير في السعودية. وأنا أحبكم هواي هواي. طيب خبرينا رحمة يعني الأمور إن شاء الله الجاية إيش رح تعملي في ألبوماتك غير إنك أنا حاسة إنه أنت للحين ما صدتي الشيء اللي أنت تحبي تتوجهي له أو طريق معين أو لك خط معين فني صح محدد لحد الحين. بالضبط أيوة يعني إن شاء الله الخطوة الجاية تصوير مو غلطتها يمكن تتصور في دبي أو في لبنان لحد الآن ما قررت. أيوة مش بعد تفكر يعني ايش حتسوي؟ مش عارفه صدقين بلشت افكر الحين وانا قاعده معك. لا وعندي كم حفله ان شاء الله في الصيف. ايوه في بيروت ووين بعد ما اريد اقول خليها لين ما تصير. طيب زين لان كل ما احكي يخرب تخرب الامور. اي انت مع انك تستعيني على قضاء الحاجه بالسر والكتمان صح؟ الافضل هسه صارت هيجي قبل لا قبل أيوة. قبل يعني اول ما تصير عندي شغله والله انا راح يصير كذا 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 راحت الشغله طارت. طيب فهسه لا بلشت اسكت. لابد اي لابد انك امورك تقضيها بالكتمان وانك الحين اعطيك نصائح في الموضوع هذا. وان شاء الله يعني شوفي مشكله هسه صرتي تستصعبين شنو المستمع يحب. يعني مثلا تلاقين فئه تحب الهدوء الرومانس صح فالفئه تحب مشتاق لك اني بعدك اخذ روحي الله. يعني يحبون هالاغاني حباب وقلب قلب وهاي وهي هاي الاغاني هسه اللي ضاربه يعني بالسوق. قبل انك تخوضي المجال الفني مين الفنان او الفنانه اللي كان عندك صوره معينه لها فبدون يعني مثلا ما نذكر ايش الاشياء اللي تعجبك فيها وما تعجبك كان ودك تقابلي هالفنان او الفنانه قبل دخولك المجال الفني وشفتها يعني وتعرفتي وتعرفتي عليها بس يعني تغيرت شويه ما اقدر اتكلم ما نقول للاحسن او للأسوأ بس مين انغام اوكي. طيب الشهره وش غيرت فيكي ولا شيء بعدني نفس ما اني يمكن غيرت بيا شغله واحده خلتني اعرف الناس زين يعني يمكن هذا يعني انا شفت يمكن متساهله هوايه يعني ما افكر بعمق مع الشخص خلاص هو مثل اشوفه من اول نظره خلاص هو زين واكيد مثلي هو يعني شوفي برجع امدح روحي شوفي الحين انا متاكده كلهم كرهوني بعد لا والله يعني انا اشوفه يعني المكان اللي تربيتي فيه وبيتك اللي تربيتي فيه اذا اساسه كان طيب اكيد راح تشوفين الناس كلها طيبه صحيح شلون طبعا بس بلشت افوت بالفن شفت الناس نصها مصالح صح نصها كذابه نصها منافقه تعبت والله جد فعلا يعني. طيب ليش ما تعتمدي على انسان او انسانه يمسك امورك الفنيه وتمشي على خطوات معينة بناء على مشورة مثلا أو أخذ رأي اللي أكبر منك ليش ما اعتمدت على هذه الخطة ليه تركة مواضيعك بدون ترتيب مثلا هسه أنا عندي أصحاب يعني هم قاعد يساعدوني بشغلي عرفتي شلون أوكي يعني هو مش كل الناس طبعا مو زينة أكو وين ناس زينة ما في شك طبعا أكيد زين بس ظلي تخوفين وصدقيني بهالدنيا ما حد يحبك غير امك وابوك واخواتك يدوروا مصلحتك صح عرفتي اول هديه تلقيتيها بس طلعتي من الاكاديميه اول هديه جتك مره كثير والله جتني هواي اشياء بس اجتني هديه ارض في لندن
اوكي ما شاء الله صرت من الاثرياء لو سمحتي. وين الارض الحين وش اخبارها بناتي؟ ما ادري عنها ما تدري. لا والله يعني شوفي يعني هو انا على اساس انه اريد اروح اشوفها لانه ما شفتها، شفتها بس بالصور. اوكي اوكي. والملكية عندك عقد الملكية؟ أكيد. أوكي حلو. لا أموت أنا. هذه الهدية انهدتني في الأكاديمي. بعد الأكاديمي. أيوة. كنت يعني جتني هدية. جتني هدايا هواي من فانز يعني. وأحب طبعًا أوجه تحية للفانز. طبعًا أكيد أكيد. حياتي أكيد. لأنه أحلى فانز بالعالم. يجنن الصراحة. فانز في السعودية وفي الإمارات وبالكويت وبكل دول الخليج وبالعراق. وبالسودان عندي وبالجزائر وبالمغرب كل مكان. كل مكان. يجننوا ويحبوني وأنا أحبهم هواي 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 وهاي أحلى بوسة. لأحلى فانز. لأحلى فانز وطبعاً رحمة لابد الحين تسمعينا. أغنيك. وش بدك تغني؟ راشد الماجد ولا إليسا حسب طلب الجمهور؟ وحمود يوجه لك تحياته ويقول لي إنه يحبك. بس أحب هاي مال حدرة ما درانك اللي عمي عدل العشرة واحد اثنين ثلاثة. ايش انت ايش تختاري؟ يلا نغني الراشد الماجد. يلا شو نغني له؟ يلا اللي يلقى احبابه ولا يهمك نسمعها سوا. اللي يلقى احبابه نص اصحابه يا دنيا يا غرابه يا دنيا يا غرابه. اللي لقى أحبابه نص أصحابه يا دنيا يا غرابه يا دنيا يا غرابه. كان العشام يبقى لي ويموت فيني الحالي كان العشام يبقى لي ويموت فيني الحالي. لا مطر في بالي كذا الغالي ينسى ويطول غيابه ينسى ويطول غيابه. الله اهنيك على هذا الاحساس الحلو صراحه يملك احساس جميل جدا. إسلام. طبعا الحديث معك لا يمل ولكن نعتبر هذا اللقاء افتتاحيه بسيطه وان شاء الله اللقاءات جايه أكيد. واعمالك الكثيره ان شاء الله جايه الله. ويعني نقول لك رحمة رياض نورتينا وشرفتينا وريحانة انت وردة بوجودك وبوجود هالناس الطيبة اللي قاعد تستمع لنا. وفي هذا واحد من الفيسبوك اسمه حمود يحب رحومي. اوكي هو على طول على طول كده نوجه له تحية ونوجه للكل وإلك احلى شكر حبيبة قلبي. والله العظيم ولا حاسة نفسي قاعدة أسوي مقابلة، حاسة نفسي هيك بالبيت وقاعدة نسولف. طبعاً طبعاً أنتِ فعلاً في بيتك إم بي سي. حبيبتي الجميع. وأكيد مستمعينا الكرام شكراً على حسن التواصل والسموح على التكسير. نشكر ضيفتنا العزيزة الفنانة الجميلة رحمة رياض وأقول لولا عسيري مبروك عليك التأهل للأسبوع الجاي. وهل أنت مع أو ضد قيادة المرأة للسيارة؟ بس نحب نقول انه معظم الاراء اللي وصلت بصراحه كانت ضد القياده. حرام عليكم. احلى تحايا مني انا خديجه الوعلى القاكم بحب وباي باي.